الرحيم. طبعا دول اخر 3 لبش عمارات، تقريبا 35 36 37، دول اللي لسه تقريبا هو تم حفرهم، ولكن فضلوا فترة كده. فطبعا الشغل الحفر ده لازم يتعاد عليه ولازم أن يحصل أرنقة. فاحنا النهاردة بس كنا عايزين نعرف ازاي بيتم موضوع الحفر ده، وبيتم بناء على ايه، وازاي بيتم المناسيب، ازاي بناخد المناسيب، يعني ايه روبير، يعني ايه منسوب، يعني ايه القصة دي. فمعنا المهندس عبد الرحيم ان شاء الله برضو يقدر يفيدنا في الموضوع ده. اتفضل هندسة. اول حاجة في الحفر عشان احفر لازم احدد مكان العمارة بتاعتي مساحيا، تمام، وذلك عن طريق مثلا المساح المختص بالظبط من قبل الجهاز يديني حدود اللبشة بتاعتي او تمام. حدود العمارة بتاعتي، وده بيتم توقيعها بناء بالتوتال ستيشن باحداثيات عن طريق الشخص المختص من قبل الجهاز، تمام، الحدود بتاعت العمارة. تمام. طيب حددت مكان العمارة حفر، طبعا انا عندي في خرسانة عادية، في عندي خرسانة مسلحة، ابعاد، في عندي احلال، ابعاد الاحلال هي ابعاد الحفر. تمام. طبعا المهم يعني انا كمهندس المقاول بقى محدد الحدود بتاعته، او المساح مثلا لما يطلع له هيحدد له حدود العمارة حفر بالظبط، مراعى انا في رفرفة الاحلال ومراعى الحدد كلها قبل ما اشتغل. طيب بعد كده عاوز ابدا احفر، في عندي منسوب هشتغل عليه. تمام. طبعا برضه من في روبير معروف مديني الروبير بتاعي، الروبير بتاعنا عندنا هو ده السيو، ده اللي هو الروبير ده 1.39. تمام. 139. تمام. منسوب 139، انا منسوب الحفر بتاعي عندي ناقص واحد. تمام. ناقص ده 139، ده بلس متر 39. وانا المفروض احفر منسوب ناقص متر. تمام. من خلال ميزان القامة بعرف. تمام. الحفر بتاعي. تمام. وان شاء الله هنشرحها برضو بميزان القامة. تمام تمام. اظبط جوانب الحفر مظبوط. تمام. وعاوز بقى استلمها انا بقى كاستشاري، هتشيك على الابعاد بتاعتك، مكان العماره مظبوط ولا لا، مكان ده عن طريق برضه المهندس المساح متاكد ان هو فعلا كنا معاه واستلم الحاجه ان شاء الله.